اذا مشاهدينا بعدنا بجولتنا ما كملناها لهيدي الليلة، وصلنا مع لعند بيت السيد كمال حمزي حلبي، طبعا المدافع عن حقوق الارض، وايضا هو صاحب لجنة للدفاع عن الارض، وكثير كثير بحبنا ناخذ رايك بهذا الموضوع. اقول لك الهجمه الشرسي على اراضينا، ما تبقى لنا من اراضي، هي بدت من حوالي تقريبا من الثمانينات، اخر الثمانينات، وبسكنا انه ما تبقى لنا من اراضي. زي ما شرحت لك 38 الف دونم صادروا منذ قيام الدوله الى يومنا هذا. وانا برجع بقول الشيء ده سجل النكبه العرب بال 48 كانت في يوم واحد، نكبه الدروز من ال 48 الى يومنا هذا، وما يعني زالت. نفس وما زالت ما زالت لسه ما تبقى لنا من ارض. سيد كمال، بتعتبر انه اغتصاب الارض الدرزيه اليوم بجبل المنصوره هي لقمع الدروز، او انه يعني كيف بدي اقول لك، تضييق عليهم قدر المستطاع ليكونوا على طول متواصلين مع الدوله وبحاجه لهذه الدوله بكل شيء؟ نعم مظبوط، هن يعني لظروف معينه، لظروف انه مع لا لا لقصد قمع معين، معين، لانه لا يعقل انه مثلا الطائفه الدرزيه تظل عندها اراضي احتياط لاولادها. مثلا انت بتعرفي الطائفه العربيه الدرزيه هي ولدت من مئات السنين لتكون في اراضيها، كانوا في جولان، كانوا في الكرمل، كانوا في كل موقع، او في جليل، اللي هن حافظوا على ارضهم تبقى للاجيال القادمه. انه نحن لا بنقدر، لا نحن شعب اللي نحن ضلنا في ضيعاتنا، في اراضينا، في وهذا الشيء اللي بناه نحن، اللي نحن اللي ضلنا وجدنا في الكرمل او في الجليل او في الجولان او في كل منطقه، انه عندنا طريقتنا الخاصه في حياتنا، انه نحن او بنروحش او بنموت او بنضلنا في اراضينا. هاي نقطه، كانوا اجوا اليهود او غير اليهود الصليبيين، اقرا التاريخ من مئات السنين لليوم، نحن موجودين على الارض ومنضلنا على الارض ومثبتين على الارض. يعني عشت عاش حر وموت مت كالاشجار الكوفه، الارض هي الكرامه تبعت كرامه الانسان. هي نحن الثلاثه شيء، العرض والارض والدين، هم الثلاثه نحن لازم نحافظ عليهم، والحمد لله الله نحن محافظين على ارضنا، وهي الارض نسبه لنا، هي امانه للاجيال القادمه، ولا يعقل ان نفرط فيها باي شكل باي ثمن. انه لا يعقل انه يعني فيه بعض الاراضي حتى اللي كانت مبيوعه حوالي البلد كلها رجعناها لاهالي البلد، رجعت واجت اسا المصادره، اللي هي المصادره اللي هي عملوها للمحميه الطبيعيه في حجج قانونيه. كيف الحجه القانونيه؟ بيعملوا مثلا ارض محميه طبيعيه، تيجي بتطلع على 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 الخوارط او على الـ على الـ على مستقبل الارض، تلاقيها محميه طبيعيه، ممنوع تفوت عليها، ممنوع تسيجها، ممنوع تحرثها، هاي صارت مصادرة في طريقة قانونية لهم كيف هم يعملوها. طيب إسا في السالة المنصورة والجلمي شو العمل؟ عمل 12 مشروع، 12 لو مشروع بتقول تعرف مشروع زي هالمشاريع، جارع توسيع شارع مش شيء، أما تعمل 12 مشروع، نهر المقطع بدهم يوسعوه، العابر إسرائيل، هذا الشارع العابر إسرائيل اللي بده ياكل أخذ، عندك أكبر مفترق طرق في منطقة الشمال هو أرض الدال وعسفيا، ثلاثة شركة الكهرباء الغاز عملوا تربين وجايبينه من مصر حتى ميناء حيفا حطوا في أراضي الدالي وأسفيا، كل هاي المصادرة انعملت على أرض الدالي، وهذا بالمقابل أراضي اليهود، الأرض الكبانيات اللي حدنا في شيء، بس يعني نحن حطوا لأنه أرض اليهود أنت بدهم بيقدروا يحصلوا عليها، ولكن أرضنا بدها 100 شيء مزبوط يخترعوها لإلنا لنقيم نوعا ما، هيك عم يعملوا. بس هاي نحن كثير قعدنا مع مسؤولين عندهم في الدولة وفي في الهاي، فرجيناهم انه انتوا عم تعملوا شغلة اللي هي شغلة معروفة في وضح النهار، ما بتقدرش تغب تحطوا الغربال، ما بتقدر تضحكوا علينا، تضحكوا علينا. اليوم انتوا لو مشروع واحد، وللأسف الشديد في بعض الناس اللي هن يعني بيسمعوا لوجهة نظر، هاي الوجهة النظر الضيقة اللي نحن اليوم نحن واقفين ضد يعني طيار، اللي هو طيار اللي هو يريد ان يحل اللجنه، يحل من معنويته. لكن اقول لكل جمهور العالم العربي في العالم، نحن صامدين على ارضنا، صامدين، ولا ممكن زحزحنا في هذا، ولا ممكن. يعني قديش اجت في طرق اللي هي يعطونا تعويضات ماليه، قلنا ولا ممكن، عندكم ارض اعطونا ارض، قبال ارض قبال ارض، دلم قبال دلم، طابو قبال طابو، ولا ممكن. احنا هاي امانه، اراضي فيها لنا اللي بده يعني يتصدر. انتوا اخ كمال هون هيك عم بتدافعوا عن مبدا، عن حق، مش على قضيه ماديات ولا قضيه مصاري لا. ولا قضيه نحن لا كحق لا نريد مادي، الارض هي اعلى من كل ماده مال، الارض هي الارض، هي كيان، هي وطن، هي احيا واموت فيها، هاي الارض، ارض مال، ما بالمال بيطير وبروح، نحن لا نريد مال. ونحن من اول مفاوضاتنا كان مع اللجنه الشعبيه للدفاع
الدفاع عن أراضي الكرمل اللي نحن كنا موجودين فيها والعبد الكلمك هو رئيسها. أنا قررت من أول شيء من 15 سنة ولا ممكن يعني طبعا السلطة في إسرائيل هذا اللي بدها إياها تعطيك المال وخلصنا رحت الأرض ورحت المال. نحن لا نريد المال، نحن نريد أرض، أرضنا هاي ظلت ما تبقى لنا من أرض نحن مجبورين نحافظ عليها بكل قوانا. لا نقبل انه تصادر. في بعض اللي يجونا في بعض الـ 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 المساهمات او ارض قبال ارض، اعطونا وين في ارض املاك غائبين، املاك غائبين في المنزنات اللي هي بلد عربيه في 48 احتلت في 48 وصدرت. نحن رفضنا رفضا باتا ناخذ اي سنتيمتر او متر ارض في هاي، انه هذا حرام على كل واحد ياخذ. لكن السلطه اعلنت انه هذه الارض تعطينا بدل عن الارض تبعتنا المنصوره والجلمي. نحن ما قبلنا ولا وافقنا باي شكل. نحن اراضينا هي لا تتبدل لا في ارض املاك غائبين ولا املاك الغائبين لاملاك الغائبين. لا نريد انه هذا حرام. نحن كطائفه عربيه درزيه لا نقبل التبادل في اراضي املاك غائبين للعرب. انه نسبه لنا نحن كلجنه شعبيه للدفاع عن اراضي الكرمل نقول انه هذه الارض التي هي املاك غائبين هي يوما ما سترجع كنه جولان وكنه في الكرمل او في كل محل في بقعة فلسطين. الله يسعدك. في الحقيقه بعد عندي بس سؤال، هل السيد كمال يوجه انتقاد او اصبع اتهام ايضا للقياده الدينيه الروحيه في اسرائيل؟ يعني الشيخ امين موفق طريف شو يعني رايه بهذا الموضوع؟ ليه ما عم بيقوم بشيء مثلا اللي يدعمكم؟ ليه ما عم بيعمل ثوره معينه؟ مثلا قبل فتره انا حضرت كمان لو بتعيد التاريخ شوي لورا لما فهمي حلبي سيد فهمي حلبي رحتوا مع المشايخ وهيك طلبتوا بالميزانيات ويومتها كمان وافقوا لكم واعطوكم وكنتوا حزب وحده وايد وحده وهي الاشياء طبعا بالافاضل تبعنا والمشايخ تبعنا وهي الاشياء. طب ما نحن كمان عم نقول انه انا درزي اسرائيلي بس بالاول عم تقول درزي، اذا مشايخنا وينه؟ مضبوط. فهذا اللي عم قلك هل توجه انت ايضا كمان زي هذا؟ انا بدي اقول شيء واحد، القياده الدرزيه في اسرائيل او القياده الدرزيه في اسرائيل، انا اقول انا من الناس اللي بحب الوحده والاتحاد. انا اقول للشيخ موفق طريف انه في بعض الاحيان في بعض المحلات الاستراتيجيه وقف معنا، بقدرش بنكر مواقفه، لكن اقولها لازم اتحاد والوحده في كل طريقه. انه هاي طريقه الارض هي مش طريقه اللي هي لعبه او يعني شيء عابر، يعني هاي طريقه بصريه وطنيه لتثبيت وجودنا على هذه الارض. لا يعقل انه اليوم نحن نرى اراضينا تتاكل من اربع جوانب، من العابر اسرائيل او من المشاريع اللي من المصادره من الجهه الشرقيه، من منها الغربيه، من الجهه الجنوبيه والشماليه، عم تحاصرنا جميع طوقنا. انا بطلب من القياده الدرزيه والقياده وجميع القياده اللي توقف الى جانبنا في هذه المحنه. انا كمنطلق رئيس لجنة شعبية للدفاع عن أراضي الكرمل أنا بنادي في الوحدة، من وحدة بكلنا نكون يد وحدة زي ما قلتي حضرتك. إنه الوحدة لما انعملت كسب، لا مش مساواة، أعطوا يعني شيء قليل، ميزانية قليلة من المساواة. ما فيش مساواة، فيش مساواة. نحن في الطائفة الدرزية لا في مساواة، نحن عم نخدم هذه الدولة، بيخدموا هذه الدولة، وللأسف الشديد هذه الخدمة كلها فاضية. أنا حسب رأيي كلها فاضية. إنها لا يعقل إنه أنت في هذه الخدمة اللي أنت بتنتسب لهذه الخدمة للأسف الشديد وارتباط دم وما دم، هذا كله هذا أنا نسبة إلي أنا أقوله بكل جراءة هذا كله فاضي. هذا لا نريد حلف دم كما يسألون، نحن نريد حلف حياة أرض يبعدوا عنا، خلينا نعيش مع أولادنا وأطفالنا ومستقبلنا والأجيال القادمة. أنا على فكرة بشد صوتي لصوته بس لنظرة واحدة ثقافية عامة، إنه الدولة الديمقراطية في سياسة الدول هي ممنوع يكون فيها تجديد إجباري للأقلية، ونحن كأقلية درزية في إسرائيل هني ختموا علينا، مش الشيخ أمين طريف اللي ختم علينا، إلا كلياته ظهرت لهم وثائق حقيقية إنه منو الشيخ سيدنا الشيخ أمين طريف الله يرحمه ترابه، منو هو اللي ختم علينا، إلا هي سياسة مثبتة فقط لا غير، وروجها الشيخ أمين طريف عشان
السيد شيخ امين طارق الله يرحمه، عشان ما كان بده يعمل مشاكل بين الدروز وبين اليهود بهيدي الدوله، كان بده يعمل سلم قدس الله روحه. اذا ختموا علينا هني حسب القضايا تبعتهم، وبدوله اسرائيل لا يوجد الديمقراطيه في الدول العالم. كلمه ديمقراطيه هي حكم الشعب، اقليه ديمقراطيه بكل العالم. سياسيا ممنوع تخدم الجيش اجباري الا اذا هو بده من منطلقه. هذا حكيت تعميم عام. بعد اخر سؤال، انه حسب رايك في كثير اوجه اصابع اتهام هون هيك انه السياسي عم تلعب دولي بالموضوع، وانه المحللين السياسيين هني بدهم قال يضموا بدهم يقوموا في مظاهرات في يوم الارض، هل انت مؤيد او ضد؟ طبعا انا كل الوقت انادي في يوم الارض من قديم، من سنوات عديده. يوم الارض هو يوم ارض خالد، وهو احتفاء وذكرى ليوم الأرض الخالدة، اللي هي بترسخ جذور الأرض اللي هي صودرت من العرب والدروز، اللي نحن جزء منها، اللي هي تصادرت أرضنا وأرضهم. يعني الأرض اللي ما تصادر أنت 30 أذار نسبة لي أنا شخصيا وللكل مواطن شريف حر في هذه البلاد، هو يوم 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 الأرض، هو يوم خالد، يوم ذكرى لضحايا وللأرض، لنتذكر أنه نحن لازم نتمسك في هذه الأرض ما تبقى لنا من الأرض. نسبة بس المشكلة هون هيك، بما أنه أسفني قطعتك، بس المشكلة هون هيك انه نحن شبابنا عم تخدم جيش، وهذا ما بيتوثق مع يوم الارض. انا بقول انه انا كثير، طبعا انا عربيه قبل ما اكون درزيه، ولكن انا بقول بما انه نحن في دوله اسرائيل وهيدي الدوله، يعني كدروز اسرائيل هيدي الدوله لكم، فانا بقول انه الافضل انكم تختاروا يوم للمظاهره او لمصرخه الحق وللمطالبه، بس ما بتكنش يوم الارض. ليش؟ للسلم اكثر، لانه اسرائيل مش راح تسكت على قضيه انه يلتموا دروز مع العرب. صرنا حزب واحد اكبر، فممكن يكون في سفك دماء، او ممكن يكون في اشياء لضد الشباب او الصبايا اللي ممكن نقول المناضلين بهذا الموضوع. شو رايك انت؟ والله انا بدي اقول لك اختي الكريمه، يوم الارض نسبة كعربي كدرزي هو يوم أرض، اللي هو حفاظ على الأرض، حفاظ على الكيان، على الوطنية. أنا مش معك نسبة اللي بيخدم بيخدمش، هاي القضية قضية الأرض هي قضية عمومية، للي بيخدم بيخدمش. للأسف الشديد الخدمة هاي نسبة لي أنا هي إجباري، هي مش لازم تكون بالمرة. إنه شعب اللي هو بيصادر أرضك وبيعطكش المساواة، يعني كيف بدك تخدمه؟ يعني وبيصادر لك الأرض ويعني بدك يعني أنا ما بلاقي لها طريقة، يعني من فكر فيها من سنين عديدة، إنه ما يعني هاي الخدمة هي بالنسبة إلي أنا شخصيا أنا بقولها خدمة كانت غلط في غلط. لا يعقل إنه شعب أنت بتخدمه ويسلب لك أرضك وفيش مساواة، فيش في الحقوق أي شيء من الحقوق اللي هي موجودة للشعب، إلا أنت درجة سادسة أو سابعة في هاي الدولة. عشان هيك بدك تخدم، يعني زي بعضها عم تخدم مش عم تخدم. أنا بالنسبة إلي خدمة هي خدمة إجبارية اللي عم تنعمل، هي لازم، هي خدمة مش لازمة، ومش لازم تكون اختياري. اللي بده يروح على الجيش حر يروح، واللي بدهش أما إجباري كنحن كقومية، بعدين إحنا كقومية عربية، احنا مين يعني؟ شو اللي احنا عم نحكي؟ ايديش انا عم بحكي في اي لغه؟ عم بحكي عربي ضاد زي كل واحد من المحيط الخليج، انا لغتي. يعني مش لا يعقل انك تيجي تصنفني اليوم كدرزي كذا، انا كدرزي انا عربي درزي في هاي البلاد. انا قصدت المسايسي، يعني عشان المسايسي على قضايا انه طلع في مسايسه، احنا عايشين بدوله اسرائيل، في المسايسه في لمصالح شخصيه وليس لمصالح طائفه، هي بنت على مصالح شخصية وليس لمصالح طائفة. لو مصالح طائفة كل الطائفة لازم تنعمل على 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 إشي شمولي، على إشي اللي أنا كيف شايف الأمور، هي لأشياء ضيقة سياسية شخصية، وهي أنا أقولها هاي كل الخدمة كانت لأشياء سياسية شخصية منفعية حتى. هذا هو، مش لا فيها اي نوع من نوع اللي هي اللي انت يعني تيجي تخدم شعبك او تخدم مثلا هاي الدوله، يعني منطلق قوميه، منطلق يعني من كل قوه او من كل شيء. هاي هون كانت انا حسب رايي مصلحه شخصيه سياسيه انتفاعيه. اذا مستمعينا ومشاهدينا، وشكرا كثير 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 كثير، انا جدا ممنونتك، والله يديمك يا رب للطائفي سند ودعم. اهلا وسهلا، شرفتك.